بداية علشان نتعرف على إيش هو الأوريغامي، اللي هو فن طي الورق الياباني. هو فن الشعب التقليدي اللي نشأ باليابان بصورته الحالية. هو بيعتمد على أنه نجيب ورقة معينة ومن خلال اتباع سلسلة من الخطوات بدون استخدام أي مواد، بدون استخدام أي قياسات، نحصل على شكل معين. إحنا اللي عملناه اليوم اللي هو علمنا الأطفال كيف يطووا مجموعة من وحدات التطريز التقليدية الفلسطينية من خلال الأوريغامي. اخترنا مجموعة وحدات من مختلف مناطق فلسطين وحاولنا نصمم من خلال الورق أشكال شبيهة بهاي الوحدات لحتى الطفل يتعرف على هاي الوحدات من خلال أنه يعمل منتج، يشتغل بإيده، يحس حاله استمتع ويحس حاله كمان تعلم. فبعد ما الطفل كان يخلص الوحدة كنا نفرجيه كيف شكلها الأصلي على الثوب الفلسطيني لحتى يصير عنده هذا الربط البصري وترسخ في ذهنه وحدة التطريز الفلسطينية. إذا بدنا نحكي عن وحدة من هدول الوحدات اللي هي اسمها عرق القلب، ممكن إن نحن نطويها مع بعض من خلال إنه نجيب ورقة مربعة، فمن خلال هاي الورقة من نجيب أحد الزوايا ونحطها على الزاوية المقابلة لإلها لحتى نصنع مثلث، نحول هذا المربع على مثلث. بعد هيك المثلث اللي بنحصل عليه بدنا نقسمه من النص من خلال انه نجيب الزاويتين تعون القاعدة ونطويهم على بعض. منجيب الزاوية رأس المثلث ومنحطها على منتصف وتر هذا المثلث. بينشأ عنا شكل هندسي في له ضلعين، ضلع القصير والضلع الطويل. شكل القلب بلش يوضح عنا هون. منجيب الزوايا العلوية لهذا القلب ومنحطهم على مركز الوتر، منطويهم كمان مرة ومنحدد الخط بإصبعنا من جهة اليمين ومن جهة الشمال، وهيك بيكون الشكل جاهز. منحط عليه صمغ ومنقلبه ومنلزقه على بطاقة المعايد اللي بدنا إياها، وحطينا كمان مجموعة مربعات حواليه لحتى يكون شبيه بوحدة عرق القلب اللي رح نشوفها هلأ بالكتاب.